لكم جايز، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا ساره لاباس الحمد لله. جيت اليوم باش ندير لكم دوس جديد اللي هو لا سويت تاع الدوس اللي فات اللي درنا تاع انواع الخاصات ولا دي بلاسمون تاع لا فيز دي بول ولا بيفوت مود بانس. كنا درنا ديجا في الدوس اللي فات درنا 6 موديل 6 انواع من القصات درناه في الدرس اللي فات في الفيديو اللي فات. اللي ما شافوش اللي ما حضروش معايا الفيديو اللي فات ننصحكم تشوفوا الفيديو اللي فات قبل ما تجوا تكملوا لا سويت تاع الفيديو هذا. فوالا قلت لكم ديرنا 6 موديل في الدرس اللي فات. اليوم راح نكملوا 6 موديل واحد اخرين ونديروا انواع تاع قصات واحد اخرين. دونك فوالا تابعوا معايا. فوالا جايز نروحو نبداو لي موديل تاعنا. راح نكملو لا سويت كيما قلنا. حبسنا في موديل نيميرو 6. دونك عندي هذا موديل نيميرو 7 كيما راكم تلاحظو في الصورة. الموديل ديالي لا بانس تاعي جاية في لون كولور. إذا راكم تشوفو شفنا ديجا موديل في الفيديو اللي فات اون بانس تجيني في لامواتي تاع لون كولور ديالي في النصف تاع الرقبة ديالي. دونك هنا في الموديل هذا ماشي جاية في النصف، جاية هنا في الميليو تاع الدوفون ديالي. دوكو شنو راح ندير أنا؟ ندير لين دغوات للميليو تاع لون كولور ديالي ونروح نغلق لابانس ايبول ونغلق لابانس ديتاي. داكوغ هذا هو الموديل ديالي. واش راح ندير؟ نقص كيما شفنا في الفيديو السابق. فوالا فوالا في الفيديو السابق كيما شفنا نغلق بانس ديبول ونروح نزيد نغلق بانس ديتاي. داكوغ يولي عندي الموديل تاعي هذا هو. دونك واش تولي عندي؟ اون بانس في النصف تاع دوفون ديالي، اون بانس واحد اخرى في النصف الاخر. داكوغ على حسب الموديل اللي راكم تشوفوه في الصورة. فوالا نروحو لموديل اخر، موديل نيميرو 8. فوالا جايز نروحو لموديل نيميرو 8 كما راكم تلاحظوا في الصوره. الموديل ديالي كيفاش راهو يبان؟ ما عنديش اون بانس ديبول، ما عنديش اون بانس ديتاي. لا بانس تاعي هذه وين ولات لي؟ ولات لي هنا في الميليو، ولات لي في الوسط. دونك هنا الوسط ديالي راح يجي كوبي حتى للبوتسا وندير لين دغوات. لازم قلت لكم كي تشوفوا الموديل تعرفوا كيفاش يتفصل، تفهموا وحدكم. اون فوا تفهموا البرينسيپ تاع لا بلاس دي بول راح تفهموا كامل لي موديل. داكوغ دوك واش راح ندير انا؟ انا هنا راهو كوبي. واش انا راح ندير؟ راح ندير المقص تاعي باش نعرف بلي راح نقطع هنايا. راح نحل هنا حتى للبوتسان ديالي. فوالا راح نغلق لا بلاس دي بول. فوالا نزيد نروح نغلق لا بانس ديتاي. فوالا ما يولوش عندي هاد لي دو بانس. واش تولي عندي؟ تولي عندي اون ديكوب هنا، اون بانس هنا الميليو ديالي يجي من الفوق مغلوق ومن تحت يجي كوبي وتجي عندي اون بانس هنا. صافي يجي مخيط هكذا وهكذا. داكوغ هذا هو الموديل نيميرو 8 ديالي. اوكي نروح لموديل اخر، موديل نيميرو 9. موديل نيميرو 9 على حسب الصوره اللي راني نشوف فيها كيف كيف توجور ما عنديش اون بانس ديبول، ما عنديش اون بانس ديتاي. عندي اون بانس من الميليو كيما اللي درناها دوكا، مي ما تجيش ديريكت، ما تجيش قباله، راح تروح مايله للبوتسا. اوكي نروح نحل لا بانس تاعي. فوالا ونروح نغلق لا بانس ديبول ونغلق لا بانس ديتاي. نتوما تتحكموا في لي موديل كيما تحبوا، تكرييو لي موديل اللي تحبوا. داكوغ فوالا ليسونسي انا القاعده اللي عندي هنايا عندي لا بانس ديبول ولا بانس ديتاي. اوكي والباقي لي بانس على حساب الموديل نتو اللي راكم حابينه. فوالا دونك موديل 9 ديالي هاوليك كيفاش يجي. فوالا نروح لموديل اخر اللي هو موديل نيميرو 10. موديل نيميرو 10 جايز
تبعوا معايا مليح الصورة. على حسب الصورة تاعي انا واش عندي؟ ما عنديش بنس ديبال، بنس ديتاي تقعد ما تتنحاش. على حسب الموديل ديالي مازالت عندي لا بنس ديتاي الي اكزيست، تقعد تكزيستي ما تنحاش. دونك لا بنس ديبال لا فالور تاعها وين راحت؟ راحت اون بنس دو كوتي. دو كوتي مي من جايه راح ناخذ لا موتي تاع لا طاي ديالي وندير لا بنس ديبال باردون دي بنس دو كوتي. نقسمها على زوج ونروح ندير اون بنس تروح لي توجور للبوتسا. هذه شفنا بنس دو كوتي ديجا، مي هذه الاخرى بلاصتها جايه شويه الفوق، هذه جايه في لا مواتي. دونك يتغيروا كيما قلت لكم على حسب الموديل. هذا مكان فوالا، نروح ندير نحل فوالا. قلنا لا بانس ديتاي تقعد. دونك واش عندي في الموديل 10 ديالي؟ هذه اللي تتخيط وهذه تتخيط، نطراسيهم في زوج في القماش بالبابي كاربولا ولا بيان سور، وهاد لي دو يتخيطوا على حسب الموديل اللي عندي بالصوره. داكور فوالا، هذا موديل نيميرو 10. نروحو جايز الموديل نيميرو 11. موديل نيميرو 11 شوفوا معايا الصوره. موديل نيميرو 11 واش عندي؟ ما عنديش بنس ديبول، عندي بنس ديتاي ولا لا فالور تاع لا بنس ديبول راحت اون بنس جي لي مونشور ديالي مع البوينت كارور. دونك واش نروح ندير انا؟ نروح ندير لين دووات للبوتسا ونروح نحل هاد لا بنس ونروح نغلق لا بانس ديبول ديال. فوالا جايز، لا بانس اللي تتخيط هادي اللي جايه في لي مونشور و بانس دو تاي على حسب الموديل اللي عندي في الصورة. داكور فوالا، نروح لموديل اخر اللي هو اخر موديل لنهار اليوم على حساب الصوره ديالي، موديل نيميرو 12 اللي قعد لنا. موديل نيميرو 12 جايز، على حسب الصوره ديالي لا بانس ديبول راحت، درت في بلاصتها اون بانس تبدا من لا تيت دو مونش للبوتسا، مي هنا في الموديل قعد لي لا بانس ديتاي ما نحيتهاش. كيف كيما درت في الموديل اللي فات من لا تيت دو مونش، راح نحل لو بوتا ديالي ونروح نغلق لا بانس ديبول. يولي عندي الموديل نيميرو 12 ديالي هاد لا بانس هي اللي تتخيط وهاد لا بانس ديتاي هي اللي تتخيط. هذا هو موديل نيميرو 12 ديالي. نورمالمون طريقه سهله ونورمالمون لي موديل سهلين، نورمالمون تكونوا فهمتوهم باسكو ما كاينش اسهل من هذا. كما قلت لكم اون فوا تفهموا البرينسيپ تاع لا بانس ديبول والبرينسيپ تاع لا بانس ديتاي راح تفهموا كامل لي موديل، ولو نيمبورت موديل نيمبورت كان موديل تشوفوا راح تفهموا كيفاش يتفصل. ان شاء الله نكون فيتكم وان شاء الله تكونوا استفدتم معايا. نقولكم لحقت الى نهايه الفيديو ديالي في الفيديو القادم. سلام، ما تنساو ديروا جيم للفيديو وتبارطاجيوه على زامي ديالكم باش يستفادوا هما ثاني معايا. ما تنساوش تابعوني على صفحاتي في الفيسبوك والانستغرام. نقولكم تهلاو في روحكم وعلى خير. سلام.